أنا معنا لأول مرة الشابة صبح. خمسة وخمسة لكلالة صبح. السلام عليكم خيال ياسمك، مرحبا بك تاني. راح حضر معنا أيضا الزميل إسلام عريس بشاركني في تقديم هذه الحصة. مرحبا بك إسلام. الله يسلمك ومرحبا بالأخت شابة ما يعرفهاش ويعمد عليها كاريتا. هي صوت نسائي صنع الحدث وسط الشباب الجزائري مؤخرا. هي مغنية رايوية من بين أغانيها المشهورة ألو مدام. إسلام هدي صباح عندها بزاف وهي تغني، قولي له شحال؟ قولي له صافي تخازن مين في مقوله في خوازن درتي بالك وش ما داروش مغنيين بالك في مدة 10 سنين. بابا فيت فيت ولا يعرفها شكو كان بزاف لي جون دو طولو كاني عندي 10 سنين كاني 20 طون كاني هاد السر تاع النجاح تاع شابة صح. السر واش رانا في البحث عن الكنز بالك مني بالك قلبي مني بالك 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 تغلط يا إسلام بالك راهي تبان واعرة ولا لا لا سيسوا انا غادي نخرجك كيف تخرجيتكم في كل ما كانتش صباح مغنية وش كانت راحتكم وش تحب يعني كاني بون جيمري بيان تزوج نكون في الدار قاعدة بالك ندير دراري نريح خيم قاعد باسكو سينينا ويطلبك الزواج وين يا كونديسيون ما نغنيش تمنى نتزوج وبعد فرد الزواج قد قد يقعد في مين يقعد بلاصي تشوفها ما نحتاجش نراجل ما نحتاجش نراجل جيب لي صباح متفتحة نوعا ما ما عندهاش عقدة تحكي آلاز دوك نقدر نقوله أنه صباح جريء أو نقدر ندخله في حياة شخصية بدون أي مشكلة يعني وش هو الزوج المثالي عند صباح زوج مثالي يكون قادرني الأولى حنيفية يعرف قيمتي أبخي هن كون يكون زوالي هذا الزوج مش بخفي قال لي خيم واحد لباس بيه نو خاتي ما جد درهم ربي برحمته ما تحسي قال رزق من يجي باوي مشي قال لي القام حتى ما علي ما تاكل ما تشرب ومن بعد قد سوفري بعد ما كنت عايش بيه تولي لا سوفرانس كيما قال ما الكفايه على حسابنا الحكايه حتى لدرك راهي بيان عندي سؤال وكان نسقسيك شحال في عمرك؟ جي 26 ما يبارك فيك واي سبحان الله 5 دقائق قبل كانت تقول شحال في عمري 27 صغيرة الله يبارك الله يسلمك انا شخصيا ما دخلتليش في بالي 26 انا بان عندي بيرمي زعما تبغي نجيب الله يبارك في 91 نو شوي عام 89 يا خالة 28 هنا بغيت كبر عندك 28 لا لا يا خو لا لا يا خو معليش نخلو الحساب بالما عندي زعما باش تأمن ما انا ما زيتش على روحي باسكو اللي كاين باين اللي كاين باين 27 اللي كاين باين 28 سا سي غراف يعني صباح وش رايك في الفن تاع درك كاين فن وكاين لا فن وحنا كل جينا بيبليك فريمون يتبع الفن قد قد تغني على حسابه كاين شي بلايص نغنوا فيهم الغنى تاع مهابي تلكوني عيطوا لك تغني في العرس تغني وي مغني ديجا على عندك كاشي كاشي فاش دراهم ولا كاشي سي نورمال شحال الكاشي ديالك ابارمون هاتوا حسي انتي واحد
الكاشي تاعو. اه ما احنا مادام احنا مادابين انا عارف. انا خايفه نقول لك تخاف تحبس الخدمه هذه وتقلبها. ما نقدرش. اسمع ما نقولكش خير ملي كان الحاجه اللي تغيرني انه نشوف واحد شوف ماشي بين ليله ونهار بين دقيقه واختها شو ماشي تشعلوا الشمعه يشعل قرد زلاميط هكذا قرد زلاميط قد هكا ما دي يولي يطيح زعما شغل بطاطا خشينه على الشاب وحاجه كبيره. شكون تعطيك كاشي تاعي؟ على قلت لك ما نعطيكش كاشي تاعي. نعم؟ شكون انت دروكا كويل وكان نعطيك كاشي تاعي انت بروحك تدوخ تقول غدا نفذ الميكرو ونغني. نبداو. خلينا نولي ميسيون تاعك ما فهمتش علاش. لا يا خو انا تغيدني انا والله غير تغيدني. تسمى تا بايس خصك حاجه تسمى انا شفت تو فا جام با لا تيلي مع هاد الصوالح تسمى تا والو تا كرتون ما يعرفكش انا جامي شتك خطرت الاولى شتك في حياتي دروك تسمى جبتني بعد تشق عليا ولا كيف. لا 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 ما جبتكش باش نسقى ما روحكش. ديجا عطيتك مختي على بالك ديجا راني فضيت لك وانا سمعتك شفت كيف الحاجه كبيره ترجلك خلاص سكت علينا خلينا نكمل. تيجي ما تخليش تعرف ألوفات منك ما داروا لي والو جيت تشكل عليا وانت والو ها هاي تسقي في الورد لا لا بابا باش كنا وردة انا قرا يسا وي وردة ياسر كما جيت نعرفك يا قرنون بلادي قول عليك انا هاي ثلاثة بولا ما تسكن بزاف وقتي باش دوا باختي صباح هذه قام ايش تسجل ريحي راك يا الاس كنا بدينا لي ميسيون انتيك كملوها انتيك وايش لابسه سقم راح سقم راح سقم راح سقم راح سقم راح ايش سقم راح حتى كي داير شتو حتى كي داير كاش داير انا حبوك عطيني تو هاد لي كيستيون بيت ما والو كي طايحه حاجه كبيره سمي هادو راك خازن ها لي كيستيون تاعك وهم مصوالحك زيد عليهم شي حاجه باش ما تلف صح هادو ما دوك بينا راه ماهمش في الورقه ما هنا هيا دوك راسك نهار تهدر تاك هادوك صباح صباح خير جسم استوديو وياسين كي العادة عاود ردها الله يسلكها على خير شبيكي مسكين غانيك شو كي خرج اه هو عباك وقال دوك يديروا له استفسار ونحولوا الصالير وما بجيكاش دوك يديروا قاعد يحلف كتاب زوزك شوية معليش عاود عيط له مسكي شفني والله شفيتني والله معليش راك جديد نسي عفوك معليش مسكوتي عليك ها هي تبقى زعفة دوكا صايفة الزعاف والله ما ديش علي انا شوي نيرفوز من الفون والله ما مشيت عند واحد احنا ماذا بينا شابة صباح كي تكون معنا هنا في البلاطو شغل تكون جريئة وصريحة وما تخبين سيرتو ما تكذبش ايكوت انا بروحي دايرة كيما هاك ما تكذبيش ما عندي على نخاف ما عندي على ندس وكونتخيغ في لي زارتيست انا هي اللي نيشان انا هي اللي تدي الصح من عندي ما عندي نكذب عليك واش من الصح؟ الصح في العمر مدينا في الكاشي مدينا في لي شيريجي ديستيتيك مدينا حاسبة روحها قلبك حجر وراه الصح واش باغي دير روحك تديت روحك وخرج شنو باغي تدي لا لا انت قلتي لهم خرجوه ولا ما نخرجوش ولا ما نريح شفيتني رديتك سما جديد من عندك سما كيفاش نزيد لك ميتاسيون اقعد عاقل خيمة بك ما تبهلي خيمة عود الردة كيما تقطع وتخرج تنوفق نسقسي انا هي اللي خاطيني النفاق نسقسي كاين واحد يحكم فيديو يحكم تليفون يدير هكذا يقعد يفيلمي في روحه واحد 40 سكوند هو يهضر ويطيح في الدموع وما يدي بوستيلي هذاك هذيك الفيديو ثاني الدموع تاع بلاستيك ياك يبوستيلي هذيك الفيديو في فيسبوك قولي ثاني تاع الدموع تاع بلاستيك ياك يديرها في يوتيوب هذيك الفيديو يقول لك انت ومن بعد كي دارت هكذا وانت انت شنو دخلك انت نقول لك واش دخلني انت واش طيح علينا ماشي بلعان يا خزان الله يحبوك يا راك طولت خويا كل هذيك بس تبانك صح غادي ما ردكش ها نود اخرج 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 صح 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 دوك انت جيت خسرنا ليميسيون اخرج كانت لاباس بها ليميسيون اخرج هيا دو اخرج برا وهنا ما تزيد حتى مرة دغاش 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 دغاش
علاش انا عطيناها بزاف من الوقت اي ترفد سايكها وترفد الورد ديالها الديكا نخلوها فرحه هكذا دير الاخر ما تقول لك انا شي بلا عاني تبارك الله على داك الزين 55 لك على النصاب اسمحي لي انا شفت فنانين عالميين تكمل يا سي بون انت ماشي صنت لك اسمحي لي شفت فنانين عالميين جامي شفت واحد يلبس الورد وداير لي الكولور في شعره نتوما ديجا هذا ما عندكم غير عندكم غير النور ولا الكولور اللي تلبسوا نتوما هذا خصها لا سي جا ما درتوش اكيد دير انت خصها بس على صافي خصها فاش تردو مهبول ليدي جا ما درتوش دير انت وانا المهبوله وانا مبسوطه وانا كلشي انت شارح لك انت شارح لك بصح انت شارح لك سعيد السلام عليكم صباح انا هذا هذا السيد حاب يستهتز انت صباح وعلاش جبته شنو ندير لك كاميرا كاش لا عاودي عاودي سمع الهاكا صابت الله يمالك الله يبهدك جاني جيت كي جيت درت لها تبهدي لا مول لا قولي ما تضحك معاك قولي بلي ما تسميت كاع شي قلنا انا وجهي وكاع ضربت نزيد لك مليح فيك انت باش نزيد لك دروك اي شو درتو فيا جامي جبتوني كجبتوني بهدلتو يا ما شنقولكم جيم با لا تيلي ونهار اللي جيت خطات الاولى داروها بيا وراني نجي بيا هنا وسامحونا قلنا لكم شي حاجه ما تنقاش سامحني الا درت نزيدلك الزاويه هذه هي السلام عليكم صحه عندكم تصوموا بالصحه والهنا ان شاء الله معكم مشاهدة الأفاضل بكل خير وأهلا بكم في برنامج أعرف نجمك هذا البرنامج الشبابي اللي يجيكم كل يوم عبر قناة النهار راهي معنا لأول مرة الشابة صبا 55 لك لالا صبا السلام عليكم خير الله يسلمك مرحبا بك تاني راهو حاضر معنا أيضا الزميل إسلام عريس بيشاركني في تقديم هذه الحصة مرحبا بك إسلام الله يسلمك ومرحبا بالأخت صبا ياه ما يعرفهاش ويعمد عليها كاريتا هي صوت نسائي صنع الحدث وسط شباب الجزائري مؤخرا هي مغنية رايوية من بين أغانيها المشهورة ألو مدام إسلام هدي صباح عندها بزاف وهي تغني قولي له شحال قولي له صافي تخوازون مين كما نقول في تخوازون درتي بالك وش ما داروش مغنيين بالك في مدة 10 سنين بابا فيت فيت ولا يعرفها شكو كان بزاف لي جون دو طول كاني عنده 10 سنين كاني 20 طون كاني هاد السر تاع النجاح تاع شابة السر واش رانا في البحث عن الكنز بالك مليح بالك قلبي مليح بالك تغلط يا اسلام بالك راهي تبان واعره ولا لا لا سي شوف بابا انا غادي نخرجك انت جيتكم في كل ما كانتش صباح مغنيه واش كانت راحتكم واش تحب يعني كاني بون جيمري بيان بزوج انكو في الدار قاعده بالك ندير دراري الرياح خيم قاعد باسكو سينا انا شخصيا لو كان جيت نخرج تاع افلام ولا نعيط لك تمثل وي بوخوا با انا بروح نبغي ندير تصويره هم ترى بنا برا انا هي سكوت ترى بنا كوجود ميرا
حراج مسقم وليدات بيان صالحين. كان زعما الشابة صباح من الغدوة يجيها راجل كما كتقولي مسقم منا ويطلبك للزواج. ما نغنيش تما نتزوج و بعد فرقه الزواج قد قد ينقعد في المياه ونقعد براسي تشوفها ما نحتاجش للراجل ما نحتاجش للراجل جيب صباح متفتحة نوعاً ما عندهاش عقدة تحكي آلاز دوك نقدر نقوله أنه صباح جريء أو نقدر ندخله في حياة شخصية بدون أي مشكلة يعني وش هو الزوج المثالي عند صباح؟ زوج مثالي يكون قادرني الأولى حنيفية يعرف قيمتي أبخي هن كون يكون زوالي هاد الزوج مش بخفي قال لي خيم واحد لباس بيه نو خاطي ما جد درهم ربي برحمت وما تحسي قال رزق من يجي باوي مشي قال لي القام حتى ما علي ما تاكل ما تشرب ومن بعد قد سوفري بعد ما كنت عايش بيه تولي لا سوفرانس كيما قال ما الكفاية نحسبني الحكاية حتى لدرك راهي بيان لي سؤال وكان نسقسيك شحال في عمرك؟ جي 26 ما يبارك بارك فيك واي سبحان الله خمس دقائق قبل كانت تقول شحال في عمري 27 صغير الله يبارك الله يسلمك انا شخصيا ما دخلت ليش في بالي 26 انا بان عندي بيرمية زعما تبغي نجيب في 91 نو شوي عام 89 يا خالة 28 أنا بغيت نكبر عندك 28 لا لا يا خو لا لا يا خو معليش نخلو الحساب بالمية عندي زعما باش تأمن ما أنا ما زيدتش على روحي باسكو اللي كاين باين 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 اللي كاين باين 26 27 اللي كاين باين 27 28 سا سي غراف يعني صباح وش رايك في الفن تاع دروك كاين فن وكاين لا فن وحنا كل جينا بيبليك فريمون يتبع الفن قد قد تغني على حسابه كاين شي بلايص نغنوا فيهم الغنى تاع المهابي دروك انا عيطولك تغني في العرس تغني وي مغني ديجا على عندك كاشي كاشي فاش دراهم ولا كاشي سي نورمال شحال الكاشي ديالك انا بارمون هاد واحد سي انتي سي انتي الكاشي تاعو ما احنا مادام احنا مادابين انا عارف انا خايف نقول لك تخاف تحبس الخدمه هذه وتقلبها ما نقدرش اسمع ما نقولكش خايم لي كان الحاجه اللي تغيرني انه نشوف واحد شغل ماشي بين ليله ونهار بين دقيقه واختها شغل ماشي تشعلوا الشمعه يشعل قرد زلاميط هكذا قرد زلاميط قد هكا ما ديروا لي يطيح زعما شغل بطاطا خشينه على الشاب وحاجه كبيره قلت لك ما كاشيتي على قلت لك ما عطيتش كاشيتي نعم شكون انت دروك هاك ويل وكان نعطيك كاشيتي انت بروحك تدوخ تقول غدا انا في هذا الميكرو ونغني نبداو خلينا نقول ليميسيون تاعك ما فهمتش علاش لا يا خو انا تغيدني انا ولا غيدني تسمى تاوي باي سخصيك حاجه تسمى انا شفت تو فا جام با لا تيلي مع هاد الصوالح تسمى تاوي تكرتو ما يعرفكش انا جامي شتك خطرت الاولى شتك في حياتي دروك تسمى جبتني بعد تشق عليا ولا كيف لا لا ما جبتكش باش نسقم روحك ديجا عطيتك مقتي على بالك ديجا راني فضيت لك وانا سمعت شفت كي الحاجه كبيره ترجلك في الميه سكت علينا خلينا نكمل تيك ما تخليش تعرف ألوفات منك ما داروا لي والو انت تشكل عليا وانت والو ها هاي تسقي في الورد لا لا تفضل باش كنا وردة ايه قراي صاوي وردة كما جيش نعرفك يا قرنون بلادي قول عليك انا هاي ثلاثة بولا ما تسكن بزاف وقتي اجدوا بختي صباح هادي قام مش تسجل ريحي راكي آلاس كنا بدينا ليميسيون انتيك كملوها انتيك وايش لابسه سقم راح سقم راح سقم راح سقم راح سقم راح سقم راح حتى كي داير شطوح حتى كي داير كاش داير انا حبوك عطيني تو هاد لي كاستيون بيت انا والو كي طايحه حاجه كبيره سمي هادو راك خازنهم ها لي كاستيون تاعك ها هما صوالحك
زيد عليهم شي حاجه باش ما تكلف حتى هادو ما هادو ما باقينا راه ما مش في الورقه ما هنا هيا دوك راسك نهار تهضر صباح صباح خرجت من الاستوديو وياسين كي العادة عاود ردها الله يسلكها على خير شبيكي مسكين غانيك شو كيخرج هو عباك وقال دوك يديروا له استفسار ونحولوا صالار وما بجيش دوك يديروا له قاعد يحرف كتاب زوزك شو معليش عاود عيط له مسكي شفني والله شفيتني والله معليش راك جديد مسيعرفوك معليش مسكوتي عليك ها هي تبقى زعفة دوكا صايفة الزعاف والله ما ديش عليا انا شويه نيرفوز من الفون والله ما مشيت على طول حنا ماذا بينا شابه صباح كي تكون معنا هنا في البلاطو شغل تكون جريئه وصريحه وما تخبي سيرتو ما تكذبش ايكوت انا بروحي دايره كيما هاك ما تكذبيش ما عندي على الخف ما عندي على الدس و كونترير في لي زارتيست انا هي اللي نيشان انا هي اللي تدي الصح من عندي ما عندي نكذب عليك واش من الصح الصح في العمر ما دينا في الكاشي ما دينا لي شيريجي ديستيتيك مدينه حاسبه روحها قلبك حجر وراه الصح واش باغي دير واش تديت روحك وخلص واش باغي تدي لا لا انت قلتي لهم خرجوه ولا ما ولا من ريا شفيتني رديتك سما جديد من عندك سما كيفاش نسمع لك ميتازي هاقعد عاقل خيمة بك ما تتبه لي خيمة عدو ردك كيما تخطى وتخرج تنوفق تنوفق كين نسقسي أنا هي اللي خاطيني النفاق نسقسي كين واحد يحكم فيديو يحكم تليفون يدير هكذا يقعد يفيلمي في روحه واحد الكارونت سيكوند هو يهدر ويطيح في الدموع وما يدي بوستي لي هذاك هذيك الفيديو تاني الدموع تاع بلاستيك ياك يبوستي لي هذيك الفيديو في فيسبوك تاني تاع الدموع تاع بلاستيك يديرها في يوتيوب هذيك الفيديو يقول لك انت ومن بعد كي دارت هكذا وانت وفعلا انت شنو دخلك انت نقول لك واش دخلني كيفاش طيح علينا ماشي بلان يا خزان الله يحفظك يا راك طولت خويا بصح غادي ما نردكش ها نود اخرج 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 صح 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 دوك انت جيت خسرنا ليميسيون اخرج كانت لاباس بها ليميسيون اخرج هيا دو اخرج برا برا وهنا ما تزيد حتى مرة معليش ياسين عطيناها بزاف من الوقت ايه ترفد ساكها وترفد الورد ديالها الديكا نخلوها فرحة هكذا دير الاخرى ما تقول لك انا شي بنعاني معاني تبارك الله على داك الزين خمسة وخمسة لك لالا صعبة ها؟ اسمحي لي انا شفت فنانين عالميين جيت كمل ياسين بون انت ما جسنت لك ياسين خويا شفت فنانين عالميين جامي شفت واحد يلبس الورد وداير لي الكولور في شعره انتوما ديجا هذا ما عندكم غير عندكم غير النور ولا الكرونه تلبسوا سلام 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 انتوما واحد يخسر على راسه ليدي غاغا ما تعرفش واش راكي ديري انت يخسر يلبس على راسه يخسر فاش تردو مهبول ليدي غاغا ما دارتش درتي انت وانا المهبولة وانا مبسوطة وانا كلشي انت شارح لك انت شارح لك بصح انت شارح لك سعيد السلام عليكم اصبر اصبر صبر 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 ما لها كاسابيت قاعده
انا قول لي نضحك معاك قول لي بلي ماك تمنيت كاع شي قلنا انا وياك قادر نزيد لك مليح فيك تا باش نزيد لك ضروري اي ايش درتو فيا جامي جبتوني كنتو مبهدلتو يا ماما شكون جيم با لا تيلي ونهار اللي جيت خطيت الاولاد داروها بيا وراني نجيب بيها انا وسامحنا على قلنا كل شي حاجه ما تنقاش سامحني لا درت نزيد لك الزاويه هذه هي السلام عليكم صحه عندكم تصوموا بصحه ان شاء الله مشاهدي الافاضل بكل خير واهلا بكم في برنامج اعرف نجمك هذا البرنامج الشبابي اللي يجيكم كل يوم عبر قناه النهار راهي معنا لاول مره الشابه صبا خمسه وخمسه لك لاله صبا السلام عليكم خير السلام عليكم مرحبا بك تاني راهو حاضر معنا ايضا الزميل اسلام عريس بيشاركني في تقديم هذه الحصه مرحبا بك اسلام الله يسلمك ومرحبا بالاخت صبا ياه ما يعرفهاش ويعمد عليها كاريتا هي صوت النساء صنع الحدث وسط الشباب الجزائري مؤخرا هي مغنية رايوية من بين أغانيها المشهورة ألو مدام سلام هدي صباح عندها بزاف وهي تغني قولي له شحال قولي له صافي تخوز مين نقول في خوازون درتي بالك واش ما داروش مغنيين بالك في مده 10 سنين بابا با فيت فيت ولا يعرفها شكون كاين بزاف لي جون دو طول كاين لي عنده 10 سنين كاين لي 20 طون كاين هذا السر تاع النجاح تاعها بس السر واش رانا في البحث عن الكنز بالك ليا بالك قلبي مليح بالك 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 تغلط بالك وبالك تغلط يا اسلام بالك راهي تبان واعره ولا لا لا سي سور بابا انا غادي نخرجك في كل ما كانت صباح مغنية واش كانت راح تكون واش تحب يعني تلقاني بون جيمري بيان نتزوج نكون في الدار قاعده بالك ندير دراري الرياح خيم قاعد باسكو سينا I'm going to go to the house. ما نغنيش سمعني نتزوج ونقعد في الدار الزواج قد قد ينقعد في مين ونقعد براسي تشوفها ما نحتاجش للراجل ما نحتاجش للراجل سا سي غراف جو بلي صباح متفتحه نوعا ما ما عندهاش عقده تحكي الاز دونك نقدر نقولوا انه صباح جريئه ونقدروا ندخلوا في حياه الشخصيه بدون اي مشكل وي افيك بليزير بوكو يعني وشنو هو الزوج المثالي عند صباح زوج مثالي يكون قادرني الاولى حنيفية يعرف قيمتي ابخي كون يكون زوالي هاد الزوج جو بريفير قال لي خيم واحد لاباس بيه نو خاطي ما جات الدراهم ربي يرحمها ما تحسي كاع راسك من يجي باوي ماشي قال لي كاع محطم علي ما تاكل ما تشرب ومن بعد تبقى تسوفري بعد ما كنت عايش بيا تولي لا سوفرونس كيما قال مال كفاية على حسابنا الحكاية حتى لدرك راهي بيان عندي سؤال وكان نسقسيك شحال في عمرك جو 26 ما يبارك بارك فيك واي سبحان الله خمس دقايق قبل كانت تقول شحال في عمري 27 صغيرة الله يبارك الله يسلمك انا شخصيا ما دخلتليش في بالي 26 انا بالي عندي بيرمي زعما تبغي نجيب في 91 نو شوي عام 89 يا خا انا 28 انا بغيت عندك 28 سنه لا لا يا خا لا لا يا خا
معليش نخلو نخلو الحساب بالما عندي زعما باش تامن ما انا ما زيتش على روحي باسكو اللي كاين باين باين اللي كاين باين سيزون 27 يعني صباح وش رايك في الفن تاع دروك؟ كاين فن وكاين لا فن، وحنا كل جينا بيبليك فريمون يتبع الفن قد قد تغني على حسابه، كاين شي بلايص نغنوا فيهم الغنى تاع المهابي تلقاني عيطوا لك تغني في العرس تغني؟ وي مغني ديجا على عندك كاشي كاشي فاش دراهم ولا كاشي سي نورمال شحال الكاشي ديالك ابارمون هاد واحد سي انتي سي انتي الكاشي تاعو ما احنا مادام احنا مادابين انا عارف انا خايف نقول لك تخاف تحبس الخدمه هذه وتقلبها ما نقدرش اسمع ما نقولكش خايف ملي كان الحاجه اللي تغيرني انه نشوف واحد نشوف واحد شغل ماشي بين ليله ونهار بين دقيقه واختها شغل ماشي تشعلوا الشمعه يشعل قرد زلاميط هكذا قرد زلاميط قد هكا هذه يولي يطيح زعما شغل بطاطا خشينه على الشاب وحاجه كبيره علاش كاشيتي على قلت لك ما عطيتش كاشيتي نعم شكون انت دروك هاك ويلو كان نعطيك كاشيتي انت بروحك تدوخ تقول غدا نفد الميكرو ونغني خلينا نقول لي ميسيون تاعك ما فهمتش علاش لا يا خو انا تغيدني انا والله غير تغيدني انت وي باي سخصيك حاجه تسمى انا شفت تشوفا جام با لا تيلي مع هاد الصوالح تسمى انت والو انت كرتو ما يعرفكش انا جامي شتك خطرت الاولى شتك في حياتي دروك تسمى جبتني بعد تشق عليا ولا كيف لا لا ما جبتكش باش نسقم روحك ديجا عطيتك مختي على بالك ديجا راني فضيت لك وانا سمعت لك شفت كي حاجه كبيره ترجلك في الميه سكت علينا خلينا نكمل انت ما تخليش تعرف الوفات منك ما داروا لي والو جي انت تشكل عليا انت والو ها اي تسقي في الورد باش كنا ورده انا قرا يصاوبي كما جيتي نعرفك يا قرنون بلادي نقول عليك انا هاي ثلاثه بالي ما تسكن بزاف اختي جدو بارتي صباح هذه قام مش تسجل ريحي راكي الاس كنا بدينا ليميسيون انتيك كملوها انتيك واسلام سقم راحك سقم راحك سقم راحك سقم راحك سقم راحك يسقم راحك حتى كي داير شطو حتى كي داير كاش داير انا حمبوك عطيني تو هاد لي كاستيون بيت ما والو كي طايحة حاجة كبيرة سمي هادو راك خازنهم ها لي كاستيون تاوعك وهم صوالحك زيد عليهم شري حاجة شنو تلف صح هادو ما هادو ما باق بينا راه ما مش في الورقة ما هنا هاي دوك راسك نهار تهدر هاكا دوك صباح صباح خير جسم استوديو وياسين كي العادة عاود ردها الله يسلكها على خير شبيكي مسكين غادي شو كي خرج هو عباك وقال دوك يديروا له استفسار ونحولوا صالار وما بشيكاش دوك يديروا قاعد يحلف كتاب زوزك شوية معليش عاود عيط له مسكي شفني والله شفيتني والله ما عشاك جديد نسيعفوك ما عليش نسكتي عالك ها هي تبقى زعف عندو كاسا هي فات الزعف والله ما ديش علي انا شوي نيرفوز مي اونفون والله ما مشيت عند واحد احنا ماذا بينا شابة صباح كي تكون معنا هنا في البلاطو شغل تكون جريئة وصريحة وما تخبين سيرتو سيرتو ما تكذبش ايكوت ايه انا بروحي دايرة كيما هاك ايه ما تكذبيش ما عندي على نخاف ما عندي على نقص وكونتخيغ في لي زارتيست انا هي اللي نيشان انا هي اللي تدي الصح من عندي ما عندي انا نكذب عليك واش من الصح الصح في العمر مدينا في الكاشي مدينا في لي شيريجي ديستيتيك مدينا حاسبة روحها قلبك حجرة ورا الصح واش باغي دير روحك تديت روحك وخرج شنو باغي تدي لا لا انت قلتي لهم خرجوه ولا ما نخرج ولا ما نريح شفيتني رديتك سماك جديد من عندك سماك كيفاش نزيد لك ميتازين
اقعد عاقل خمم بك ما تبه لي خمم عدو الردة كلمة تخلص وتخلص تنوفق كين نسقسي انا هي اللي خاطيني النفاق نسقسي كين واحد يحكم فيديو يحكم تليفون يدير هكذا يقعد يفيلمي في روح واحد في الكامون سيكون دوا يهدر ويطيح في الدموع وما يدي بوستي لي هذاك هذيك الفيديو تاني الدموع تاع بلاستيك ياك يبوستي لي هذيك الفيديو في فيسبوك تاني تاع الدموع تاع بلاستيك يديرها في يوتيوب هذيك الفيديو يقول لك ومن بعد كي دارت هكذا ومن بعد انت شنو دخلك انت نقول لك واش دخلني كيفاش طيح علينا ماشي بلعان يا خزان محمود كي راك توت خويا كل هذا بس تبانك صح غادي ما ردكش هانود اخرج 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 صح 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 دوك انت جاي خصنا ليميسيون اخرج كانت لاباس بها ليميسيون اخرج هيا دو اخرج برا برا وهنا ما تفتح حتى مره علاش انا عطيناها بزاف من الوقت ايا ترفد صاكها وترفد الورد ديالها الديكا نخلوها فرحه هكذا دير الاخر ما تقول لك انا شي في العاني تبارك الله على داك الزين 55 لك على الصابه ها اسمحي لي انا شفت فنانين عالميين تكمل ياسين بون انت ما يصنط لك صافي شفت فنانين عالميين جامي شفت واحد يلبس الورد وداير لي الكولور في شعره نتوما ديجا هذا ما عندكم غير عندكم غير النور ولا الكولور هذا لبسو نتوما هذا خصها على ليدي غاغا ما درتش واش راكي ديري انت خصها يلبس على راسها خصها فاش تردو مهبول ليدي غاغا ما درتش واش درتي انت وانا المهبوله وانا مبسوطه وانا كلشي انت شارح لك انت شارح لك بصح انت شارح لك سعيد السلام عليكم اصبر اصبر اسلام تقل 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 صباح 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 والله ياسر تحت الفلات صباح صباح انا هذا السيد حبي نستهتز انت صباح وعليش جبت شو ندير لك كاميرا كاش يا عودي عود شكير سمال هكا صابت الله يمنعك الله يبهدك جاني جاني جيت جاني جيت كي جيت درت لها تبهدي لا مو لا قولي لي اضحك معاك قولي بلي ما تسميت كاع شي قلنا انا وكاع ضربت نزيد لك مليح فيك تا باش نزيد لك دروك اي شو درتو فيا جامي جبتوني كجبتوني بهدلتو يا ماما شنو نقولكم جيم با لا تيلي ونهار اللي جيت خطات الاولى داروها بيا وراني نجيب بيها هنا وسامحونا على قلنا لكم شي حاجه ما تنقاش سامحني لا درت نزيد لك الزاويه هذه هي السلام عليكم قول عليك انا هاي ثلاثه بولا ما عطيتكم بزاف وقتي جدو بارتيغ صباح هادي قام ايش تسجل ريحي راكي آلاس كنا بدينا الميشن انتك كملوها انتك وإسلام سيدا سقى مراحك سقى مراحك سقى مراحك سقى مراحك سقى مراحك شتو حكتك يدير شتو حكتك يدير كاش دير انا حمبوك عطيني تو هاد الكاستيوم بيت فوتو اوكي طايحة حاجة كبيرة سمي هادو راك خازن هالي كاستيوم تاوعك وهم مصوالحك زيد عليهم شي حاجه باش ما تلف صح هادو ما هادو ما دق بينا راه ما مش في الورقه ما هنا هيا دوك راسك نهار تهضر هكا دوك صباح صباح خير جسم الاستوديو وياسين كي العاده عاود ردها الله يسلكها على خير شبيكي مسكين غادي شو كيخرج هو عباك وقال دوك يديروا له استفسار ونحاولوا الصالير وما بجيش دوك يديروا قاعد يحلف كتاب زوزك شوية
معليش عاود عيط له مسكين شفني والله شفيتني والله ما عشاك جديد سيعرفوك ما عليش. مسكوتي عالك ها هي تبقى زعف عندك صاي فات الزعف والله ما ديش علي انا شوي نيرفوز من الفون والله ما مشيت على طول. احنا ماذا بينا شابه صباح كي تكون معنا هنا في البلاطو شغل تكون جريئه وصريحه وما تخبي سيرتو ما تكذبش. ايكوت انا بروحي دايره كيما هاك ما تكذبيش ما عندي على نخاف ما عندي على ندس وكونتخيغ في لي زارتيست انا هي اللي نيشان انا هي اللي تدي الصح من عندي ما عندي نكذب عليك. واش من الصح؟ الصح في العمر مدينا في الكاشي مدينا في لي شيريجي ديستيتيك مدينا حاسبه روحها قلبك حجر وراه الصح. واش باغي دير حتى ديت روحك وخرجت باغي ديدي لا لا انت قلتي لهم خرجوه ولا ما نخرج ولا ما نريح شفيتني رديتك سما جديد من عندك سما كيفاش سما لك ميتازي هاقعد عاقل خيمه بك ما تبهلي خيمه عند الرطه كيما تخطا وتخرج تنوفك تنوفك كاين عارف انا هي اللي خاطيني النفاق نسقسي كاين واحد يحكم فيديو يحكم تليفون يدير هكذا يقعد يفيلمي في روحه واحد في 40 سكوند هو يهضر يطيح في الدموع وما دي بوستي لي هذاك هذيك الفيديو ثاني الدموع تاع بلاستيك ياك يبوستي لي هذيك الفيديو في فيسبوك قولي ثاني تاع الدموع تاع بلاستيك ياك يديرها في يوتيوب هذيك الفيديو يقول لك ماشي بلا انت ومن بعد كي دارت هكذا وانت وفعلا انت اش دخلك انت نقول لك واش دخلني انت اش طيح علي انا ماشي بلا انا يا خزان محبوك يا راك طولت خويا دونك صح غادي ما ردكش هانوض اخرج 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 صح 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 دوك انت جيت خسرنا ليميسيون اخرج كانت لاباس بها ليميسيون اخرج هيا دو اخرج برا برا وهنا ما تزيد حتى مره معليش ياسين عطيناها بزاف من الوقت ايا ترفد ساكها وترفد الورد ديالها الديكا نخلوها فرحه هكذا دير الاخرى ما تقول لك انا ماشي في العاني تبارك الله على داك الزين 55 هذيك لاله صابه ها سمحي لي انا شفت فنانين عالميين جيت كمل ياسين بون انت ماشي صنت لك ياسين شفت فنانين عالميين جامي شفت واحد يلبس الورد وداير لي الكولور في شعره انتوما ديجا هذا ما عندكم غير عندكم غير النوار ولا الكولور ما تلبسوش لا 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 انتوما هذه خصها لا 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 ل